الحمد لله، الحمد لله من على عباده بنواسم الخيرات، ووفق من شاء منهم لاغتنام هذه المواسم بفعل الخيرات والطاعات، وخذل من شاء منهم فكان حظه التفريط والخسران والندامات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماوات، واسع الكرم والجود والهبات. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمدًا عبده ورسوله أفضل المخلوقات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان مدى الدهور والأوقات، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، وراقبوه مراقبة من يعلم السر وأخفى. لقد مضى من رمضان صدره، وانقضى منه شطره، واكتمل منه بدره، فاغتنموا فرصة تمر مر السحاب، ولدوا قبل أن يغلق الباب، وبادروا أوقاته مهما أمكنكم، واشكروا الله على أن أخركم إليه ومكنكم، واجتهدوا في طاعته قبل انقضائه، وأسرعوا بالمثاب قبل انتهائه، فساعته تذهب وأوقاته تنهب وزمانه يطلب، فأحسنوا فيما بقى يغفر الله لكم ما مضى. إخوة الإيمان، تنصف الشهر وانهدم، وفاز من بحبل الله اعتصم، وخاب من بزلة القدم، وخاب من زلت به القدم، واغتنم شهر رمضان خير مغتنم، وشقي الغافل العاصي بين الذل والسطم والأمن والندم. ويا ويله يوم تحل على أهل المخالفة الآفات، يوم تنقطع أفئدة أهل التفريط بالزفرات، يوم يحشر أهل المعاصي والدموع على الوجنات. يقول رب العزة جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيها الأحباب، أيام رمضان تاج على رأس الزمان، من رحم فيها فهو المرحوم، ومن حرم خيرها فهو المحروم، ومن لم يتزود فيها فهو الظلوم الملوم. صعد نبينا صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقال له الصحابة: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين ثلاث مرات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. قل آمين. قلت آمين. فيا من فرطتم في شهر رمضان القادم، هل أنتم على يقين من العيش إلى رمضان القادم؟ فلم التفريط إذن؟ قوموا بحق شهركم، واتقوا الله في سركم وجهركم، واعلموا أن عليكم ملكين يصاحبانكم طوال دهركم ويكتبان كل أعمالكم، فلا تهتكوا أسراركم عندما لا تخفى عليه أسراركم. أيام رمضان يجب أن تصان وتكرم ولا تهان، ولتهرس منكم في هذا الشهر العينان، وليحفظ فيه اللسان، ولتمنع من الخطى، ولتمنع من الخطى في الخطر قدمان، وذلك واجب في كل زمان ويتعاظم في شهر رمضان. يا
يقول سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ويقول: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. وقال جابر بن عبد الله الأنصاري: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. يا عبد الله، جد القوم وأنت قاعد، وقربوا وأنت متباعد، وقاموا وأنت راغب، وتذكروا وأنت شارب. إن قام العباد لم ترى بينهم، وإن عد الصالحون فلست منهم، ترجو النجاة ببضاعة مزجاة، فلا صلاة ولا مناجاة، ولا توبة ولا مصافات. فيا من قضيت ليلك في معصية الخالق، وأسقت ليالي رمضان الشريفة في المحارم والبوائق، الفرصة لا تزال سانحة، فاستدرك من رمضان ذاهبا، ودع اللهو جانبا، والحق القافلة، وتقلل في منازل العبودية بين فرض ونافلة، وحافظ على التراويح والقيام فيما تبقى من الأيام. فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ألا فتوبوا إلى الله واستدركوا بقية شهركم بطاعة وعبادة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على خيار عباده الذين اصطفاه. عباد الله، أنتم منبرون على أفضل أيام الشهر ولياليه، أيام وليالي العتق من النار. العشر الأخيرة أفضل أيام الشهر، ولياليه أفضل أيام العام كله. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجعل في هذه الأيام مزيدا من العبادة، ويضاعف فيها من الأعمال الصالحة، ويجتهد فيها بأنواع من القرب والطاعة ما لا يجتهد فيما سواها من الأزمنة. ففي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة، وأيقظ أهله، وجد وشد المبصر. وإن من سر إيمان العبد ودلائل توفيق الله له أن يغتنم هذه الأيام المباركة بجلائل الأعمال الصالحة وأنواع العبادة والطاعة والتذلل بين يدي الله عز وجل والإنابة إليه، أملا في إحراز ليلة القدر ونيل بركتها وفضلها. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال في شأنها صلى الله عليه وسلم: التبسوها في الأوتار من العشر الأواخر. فاغتنموا عباد الله ما هيأ الله لكم من هذه الأزمان الفاضلة والمواسم المباركة التي تضاعف فيها الحسنات وتقام فيها العثرات بما يقربكم إلى الله ويبلغكم رضاه. فاللهم ارض عنا يا رب العالمين، ووفقنا لما تحبه وترضاه، واجعلنا من عبادك الصالحين الطائعين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا في هذا الشهر المبارك القضيب من عتقاء النار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحم والدينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب العالمين، أن مننت علينا بهذه الأمطار أمطار الخير. أعطيك يا رب العالمين، اللهم كما أخذت أرضنا أخذ لنا من خيراتها يا رب العالمين.
اللهم أغث قلوبنا بالقرآن العظيم، اللهم أغث قلوبنا بالقرآن العظيم، اللهم أغث قلوبنا بالقرآن العظيم، وأحي هذه القلوب الغافلة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واجعل راية الإسلام خباغة عالية إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في الأرض في بيت المقدس يا رب العالمين. اللهم كن لهم نصيرا يا أرحم الراحمين. اللهم رد يد الغدر إلى اليهود، اللهم رد يد الغدر إلى اليهود والصهاينة يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يجلسونك، وكن نصيرا لإخواننا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا العزيز القدير يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين.
الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.